حتى نقدر نحن ننقب في مياهنا الإقليمية من أجل أن نستخرج الغاز لنسدد بثمنه ديوننا، بيجي بيقول لك انه انت بدك تحفر بالمي، بس بهيدي المي رح يطلع لك حق الغاز يمكن يكون مشترك بينك وبين الاسرائيلي. لا، نحن بنخلي الغاز مذخور في مياهنا الى يوم نستطيع ان نمنع الاسرائيلي من ان يمد يده على قطرة ماء من مياهنا. ومش قاصرين، ليعلم العدو وليعلم من يتواصل مع العدو، وسيط وغير وسيط. الإسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز في جوارنا ما لم ننقب نحن عن الغاز ونستثمره كما نريد.